ده الهيتر اللي بيدفي 200 متر مربع، اشعال ذاتي، لوحه ديت لتثبيت الحراره المطلوبه بحساس 5 متر. تمام، وديت اللوحه بتاعته مريحه جدا وسهله جدا، بيشتغل على الانبوبه الصغيره. تمام، بيشتغل بمنظم، موفر جدا في الغاز بنسبه لتقريبا 50% بالنسبه لاستهلاك الغاز على اي وسيله تدفئه ثانيه. الهيتر يا جماعه بيشتغل على الانبوبه الصغيره، الانبوبه بتقعد عليه من 12 ساعه ل 24 ساعه. تمام، يعني فترة التحضين ممكن الانبوبة تقعد معاك، لو هو مش هيفصل الانبوبة ممكن تقعد معاك كام؟ 12 ساعة. في حالة ظبطت الحرارة في العنبر كله تمام، الانبوبة تقعد معاك 24 ساعة وبتزيد كمان. يفصل ويشتغل اوتوماتيك عن طريق الحساس، حساس معاك 5 متر، يدفي مساحة من 150 متر ل 200 متر مربع، بلور أمريكي. ده يا جماعة بلور أمريكي بدون صوت. تمام، صوت هادي جدا، وادي قوة النار، بدفي 200 متر مربع. ماشي، طيب الحراره دلوقتي احنا ظابطين الحراره 34. تمام، وليكن احنا نخليها مثلا ايه 35، بندوس دوسه واحده هنا على الست في النص. ماشي، لما الرقم يفضل يتنطط ترفع الحراره وليكن اهي من فوق او تحت. ظبطنا مثلا 35، دوسه واحده في النص ظبطنا خلاص. طبعا الحساس مجرد ما يحس بالحراره ال 35 اللي احنا ظبطنا عليها يفصل لوحده. بسم الله، بس هنجربه بس بالنار دلوقتي. احنا ايه بنسخن اجباري عشان بس مده الفيلم. المفروض الحراره دلوقتي ترفع معانا، لما توصل لكام 35 يفصل اوتوماتيك. ادي الحراره تطلع معانا اهي كده، هيفصل اهو 35 اللي هو فصل، البلور فصل. تمام، الحارة تنزل 34، يشتغل معاك تلقائي، موفر جدا في الغاز. جو توصيل جميع محافظات مصر. هذا ببرد الحساس اهو كده 34.5، فاضل 3.10. اشتغل يا جماعة، الهواء اشتغل، مجرد اول ما اشتغل على طول طلع هواء سخن على طول. كله تمام كده يا هندسة، الله يبارك لكم في اللي انتوا بتعملوه. فاضل بقى عايز اعرف اظبط الحرارة ازاي، لان ده مختلف عن تظبيط اللوحة الكبيرة اللي عندي. هنوريكم يا جماعة ازاي نظبط الترموستات اللي هو بتاع الشعلة، اللي هو موديل 3002 اللي هو بتاع الشعلة. انا دلوقتي شلت الاشعال عشان ما ينورش، وهفتح حطيت شغلت الترموستات. بس احنا عندنا هنا نقطة حرارة دلوقتي هي اريا اللي هو الطبيعي بتاعه 28.5. تمام، احنا ظابطين على 25 وبنفصل على 40. طب عايزين نخلي ديت يبقى يشتغل عند مثلا 7، يعني لو نزل عند 27 ويفصل عند 30 مثلا، هندوس دوس هنا كده اهو بي 0. بي 0 ده الرقم اللي هيشتغل عنده، هنقوم ده بي 0 اللي هيشتغل عنده. دوس دوسه ثانيه تمام، هتلاقي النور بينور ويطفي. نزود الرقم اللي احنا عايزينه. ماشي، خلينا لو 28 يشتغل مثلا، 28 يشتغل. دوس تاني كده اهو جاب بي 0. دوس اللي بعديها بي 1، بي 1 هيفصل عند كام؟ هندوس دوسه تانيه وننزل الرقم، عايزينه يفصل عند 30. تمام، بي 2 مالكش دعوه بيها. تمام، ده عشان تأخير. وبي 3 بي 2 ده تأخير، لو دوسنا عليه خليه صفر زي ما هو، لو في أي رقم خليه صفر عشان ده هيأخر. تمام،